أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الوطنية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن تتعرف على أهمية تاريخية للمحافظات. عزيزي الطالب، تقع محافظة البلقاء في الشمال الغربي من عمان، تشكل فيها أول مجلس بلدي، وتتكون البلقاء من عدد من الألوية والمصرفيات والأقضية، ومركزها مدينة الصلب. دلت المكتشفات الأثرية على قدم الاستيطان البشري في المنطقة، ويبدو أن منطقة الجادور هي بداية تأسيس مدينة الصلب، وقد دلت الحفريات الأثرية على وجود آثار رومانية قديمة. وقد صدر الإسلام وفي صدر الإسلام عرفت هذه المنطقة باسم البلقاء، وهي بوابة من بوابات الفتح الإسلامي لبلاد الشام. في العصر الأموي اكتسبت البلقاء أهمية خاصة نظرا لقربها من دمشق عاصمة الخلافة، ووقوعها على الطريق الواصل إلى الحجاز، وتقلصت أهمية الأردن بشكل عام، والبلقاء بشكل خاص في العصر العباسي. في العصر الأيوبي عادت إلى الازدهار، وبنيت فيها قلعة إلى أن جاء الصليبيون وهدموا القلعة، ثم رممها الظاهر بيبرس. وفي العصر العثماني ازدادت أهمية البلقاء وكانت تابعة لولاية الشام. مدينة الصلب هي المركز الإداري لمحافظة البلقاء، وتشرف على الضفة الغربية لنهر الأردن، وهذا أكسبها أهمية استراتيجية عبر العصور. ونظرا لجودة مناخها وكثرة ينابيعها، استقر فيها الإنسان منذ أقدم العصور، وتعاقبت عليها الحضارات، وورد اسم الصلب خلال الحقب التاريخية بعدة أسماء، منها جادور والسلب وسلتوس، وهي كلمة لاتينية تعني الغابة أو الوادي المشجر. يوجد في محافظة البلقاء عدة مقامات، مثل مقام النبي يوشع ومقام النبي شعيب. ومن القلاع المميزة في البلقاء قلعة الصلب التي بني عليها مسجد القلعة، كما يوجد فيها مقابر ومعاصر قديمة وتل جادور وخربة حزير وخربة النبي أيوب وكنيسة قديس جاوريجيوس. والمناطق التابعة للبلقاء هي الشونة الجنوبية، دير علا، الفحيص، زي، والبحر الميت. الشونة الجنوبية هي منطقة زراعية تقع بالقرب من البحر الميت، وتشتهر بزراعة الموز والحمضيات والخضروات، ويوجد فيها النصب التذكاري للجندي المجهول في بلدة الكرامة. دير علا بلدة تقع في الأغوار الوسطى، وتمر من خلالها قناة الملك عبد الله، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الدير العالي الذي تم اكتشافه داخل تل أثري. الفحيص هي بلدة تقع بين عمان والصلب، تشتهر بكنائسها وبساتينها الخضراء ومزارع الزيتون وكروم العنب، وهي إحدى الأمثلة العديدة التي تبين أروع صور العيش المشترك في الأردن. زي وهي من أجمل المصائف الطبيعية في الأردن، وتقع إلى الشمال من مدينة صلب، ويوجد فيها مقام النبي يوشع. البحر الميت وهي أخفض منطقة في العالم، وأحد أهم مناطق لجذب السياحة في الأردن، ويشترب بمياهها المالحة ذات الخصائص العلاجية. متحف الصلب التاريخي تم ترشيح مبنى أبي جابر من قبل الجمعية العلمية الملكية كي يصبح متحفاً ومركزاً للزوار، وأصبح المبنى ضمن مشروع تطوير الصلب القديمة سياحياً، ويهدف المشروع إلى إبراز الجماليات الطبيعية والمعمارية للمدينة، وذلك من خلال تجهيز المتحف بما يظهر تعاقب الحضارات على المنطقة. وتتميز مدينة الصلب بالبيوت التراثية ذات الواجهات الحجرية الصفراء والطراز المعماري المميز بالأقواس الحجرية وكثرة النوافذ الأمامية، وتتكون هذه البيوت في الغالب من طابقين، وساد هذا الطراز في أرجاء واسعة من الدول. وقد اهتمت وزارة الثقافة بترميم بيوت الصلت القديمة، لأنها تشكل هوية الصلت القديمة ومصدر لجذب السياح. ثوب المرأة الصلتية، يعد ثوب المرأة الصلتية لوحة تعبيرية للهوية المحلية، ويمتاز بحجمه الكبير من القماش الأسود، تزينه شرائط زرقاء مصنوعة من القماش النيلي المصبوغ التي تمتد طوليا على جوانب الأكمام وحول الحاشية. وفي فصل الشتاء تلبس المعطف المسمى بالجبة الصلتية أو درعية فوق الثوب. إذا عزيز الطالب، هناك مدرسة صلت ثانوية، أول مدرسة ثانوية في الأردن، تأسست مع بداية تأسيس الدولة الأردنية، وتخرج فيها عدد من الشخصيات الأردنية التي كان لها دور في بناء الأردن الحديث. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.